احكي لكم حكايه الحقيقه في العمل والانتاج. انا ليا ابن اختي اتخرج من كليه الحقوق جامعه المنصوره انجليزي يعني، وبعدين قال انا عايز اتوظف، وبعدين فجاه رجع في كلامه وقال لك انا عايز اتحول الى منتج، ففتح مصنع. المهم العمليه مشيت معاه، فقلت له يا ابني اعمل مصنع شرابات كمان، زود ضيف للمصنع بتاعك شرابات. فقعد يروح ويجي وبتاع، وخاف يعمل شرابات رجالي وشرابات حريم، خاف من المغامرة، بالرغم من ان هو اقدم على مغامرة قبل كده. ولكن في النهاية هنا نقف، ان مش كل واحد خريج بكالوريوس تجارة ولسانس حقوق ومش عارف ايه يقول لك اشتغل بوظيفتي، ما هو راجل اهو، وده ابن اختي والله، وبيشتغل وبيوزع وبيروح الصعيد وبيروح اسكندرية وبيروح مطروح وبيلف، والعملية ماشية معاه الحقيقة. ولكن احنا عندنا عيب، ان المزيكا في ودني في الاربيز. العيب اللي عندنا الاقتحام، قلبنا ضعيف. ده الصوت جاي لي في الاربيز وانا شايله، والله يا ابني صوت المزيكا، والله والله بهزر.